واحد من أكبر السفن الحربية في العالم، وزنه يقارب 26 ألف طناً، يعمل بالطاقة النووية، بني أواخر الثمانينيات وخدم في الأسطول الشمالي. إنه الطراد النووي الروسي الأدميرال ناخيموف. عام 1999 بدأت عملية إصلاح وتحديث الطراد ليظهر مجدداً لأول مرة منذ العام 2013. عملية تحديثه تضمنت زيادة قوته الضاربة، حيث بات يحمل 80 صاروخاً من أنواع مختلفة بدلاً من 20 صاروخاً بحرياً من طراز جرانيت كان يحملها سابقاً. يبلغ طول الأدميرال ناخيموف 250 متراً وعرضه 28.5 متر، والارتفاع الأقصى فوق سطح الماء 59 متراً، والجزء المغمور بالماء أكثر من 10 أمتار. تصل سماكة التصفيح في بعض أجزائه إلى 100 مليمتر. يضم ناخيموف ترسانة حربية مرعبة تم تدعيمها بصواريخ تسيركون الفرد صوتية ذات الدقة العالية، بالإضافة إلى صواريخ كاليبر كروز وصواريخ أونكس الأسرع من الصوت المضادة للسفن، فضلاً عن الصواريخ المضادة للغواصات. بفضل الأسلحة الجديدة والرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية، يعد الأدميرال ناخيموف أخطر قطعة بحرية في الأسطول الروسية، فبعد التحديث سيكون قادراً على إغراق السفن مهما كان حجمها. سيتم تجهيزه بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز فورت أم وبانتسر أم، بالإضافة إلى نظام باكيت إن كي وأودفيت المضاد للغواصات. الطراد يعمل بمحركين نوويين مع مسرع توربيني بخاري تنتج قوة قدرها 140 ألف حصان، ويتكون من طاقم بحارة يضم 727 فرداً، منهم 18 فرد للخدمات الجوية وخمسة أفراد حاملين لأعلام الإشارة. للطراد قدرات إلكترونية هائلة، مثل رادار بحث ثلاثي الأبعاد ضد الطائرات يبلغ مداه 450 كيلومتراً، ورادري ملاح بحرية يبلغ مداهما 106 كيلومترات، بالإضافة إلى رادارات تحكم نيراني لصالح صواريخ SAN-6. البحرية الأمريكية تعتبر طرادات الصواريخ النووية الثقيلة من مشروع أورلان الروسي تهديداً خطيراً بحسب موقع 4519 الأمريكية، ويضم هذا المشروع سفناً لا مثيل لها في العالم، وهي كيروف والأدميرال لازاريف وبطروس الأكبر. قال رئيس شركة سيفماش للسفن ميخائيل بودنيتشيتكو إن اختبارات الأميرال ناخيموف النووي ستبدأ في مايو 2024 بعد الانتهاء من تحديثه.